الآن الأخبار الليلة من الحدث. طاب مساءكم مشاهدينا، أنا لارا نبهان وهذه الأخبار الليلة إليكم أهم ملفاتها. عقاب أمريكي يستفز نتنياهو، خامنئي يدعو للتعلم من إسرائيل، العلاقات التركية العراقية على ضوء زيارة أردوغان غدا، ومستجدات الأزمة الليبية الجامدة وغيرها من الملفات. ولكن نبدأ بالعناوين. نتنياهو يهاجم واشنطن بعد حديث عن عقوبات أمريكية على وحدة نتساح يهودا في الجيش الإسرائيلي. تعقيبا على فشل الهجوم الإيراني على إسرائيل، خامنئي يبرر ويتحدث عن ضرورة التعلم من إسرائيل. عشية زيارة أردوغان للعراق بعد 13 عاما، نبحث في الأخبار الليلة ملفات الزيارة السالكة والشائكة. مبعوثة أممية جديدة لليبيا، يد تحمل حلولا أم عين لواشنطن كما يقول الإعلام الروسي. مستجدات متسارعة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، عقوبات أمريكية على وحدة نتساح يهودا في الجيش الإسرائيلي بسبب اعتداءات على فلسطينيين في الضفة، ونتنياهو يرد بهجوم يصف فيه ما فعله الأمريكيون بالسخيف وبالتدني الأخلاقي. ميدانيا في الضفة الغربية تسارعت التطورات في الساعات الأخيرة أيضا. اليوم قالت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم قتل مهاجمين اثنين خلال حادثة إطلاق نار شمال الخليل بالضفة، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تلقى بلاغا بوقوع حادثة إطلاق نار عند مفترق بيت عينون شمال الخليل، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن إطلاق النار استهدف قوة للجيش الإسرائيلي. بين مستجدات الضفة الغربية وخلفيات القرار الأمريكي، يكشف موقع أكسيوس أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة نتساح يهودا التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في الضفة. وقالت ثلاثة مصادر أمريكية مطلعة لأكسيوس إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضائها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي. وأضافت أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في انتهاكات حقوق الإنسان وأوصت بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأمريكية. ومعنا من واشنطن للمزيد حول هذا الموضوع مديرة مكتب الحدث في واشنطن نادية البلبيسي. مساء الخير لك نادية، معك أكيد نتابع التفاصيل الإضافية حول هذه العقوبات، خلفيات هذه العقوبات وأيضا ماهيتها إذا ما كانت واضحة. أهلا بك لارا. في الواقع كان هناك تحقيق أجرته وزارة الخارجية الأمريكية منذ فترة يحقق في انتهاكات للقوات الإسرائيلية بارتكاب طبعا جرائم ضد الفلسطينيين،
هناك قانون أمريكي سمي باسم السيناتور باتريك ليهي. هذا القانون هو قانون ملزم يلزم كل الإدارات الأمريكية بعدم إرسال أسلحة لأي دولة سواء كانت حليفة أو قريبة أو بعيدة من الولايات المتحدة إذا كان هناك بالفعل إثباتات ودلائل تشير إلى تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان. هذا التقرير يبدو بأن الخارجية كانت قد تغاضت عنه نوعا ما لسبب ما، لكن الآن وبعد إصرار على فكرة من الصحفيين بأن عليها أن تنشره، وعدنا وزير الخارجية أنتوني بلينكين عندما كنا نرافقه في هذه الجولة طبعا في كابري في إيطاليا على هامش قمة السبعة لوزراء الخارجية، قال بأنه سيتم نشر هذا التقرير، لكن طبعا المعلومات تشير على أن الإدارة قررت أن تفرض عقوبات ومنها طبعا عدم تدريب أو تقديم أي تدريب أمريكي للوحدة الإسرائيلية المتورطة في هذه الانتهاكات وتجميد حساباتهم البنكية في الولايات المتحدة وحتى حرمانهم من الحصول على تأشيرات. لكن هذا يعتبر ربما أول مرة في سابقة في الواقع تقوم الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات ليس على مستوطنين هي تعتبرهم على الأقل من ناحية مبدئية بأن المستوطنات هي غير شرعية وجودهم غير شرعي وتعتبر بأن انخراطهم في العنف ضد الفلسطينيين وارتكاب جرائم ضد المدنيين في الضفة الغربية هو يخالف القوانين الأمريكية والقانون الإنساني الدولي وكل القوانين الدولية الأخرى. لكن أن تفرض على جيش دولة هي من ناحية تؤيدها، وكنا نسمع مرارا وتكرارا من جون كيربي حتى عندما ألاحقه في الأسئلة بالبيت الأبيض بالنسبة للانتهاكات التي توثقها طبعا منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإغاثية في غزة، هو يقول بأننا نحقق في هذه الحوادث اللي هو يسميها حوادث، لكن لم يكن هناك أي قرار بفرض أي عقوبات عليهم. وبالتالي هذا تقدم في الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل، وتأكدي تماما يعني بأن إسرائيل سيكون لديها رد فعل وبدأت بردود هذا الفعل على أمل ألا يكون أن يكون هناك تراجع في الموقف الأمريكي وألا تقدم إدارة بايدن على هذه العقوبات. بالفعل يعني هذا السؤال المتبقي الآن، ما إذا كانوا سيتراجعون. سنبقى بمتابعة معك نادية لكل هذه التطورات. شكرا لك حتى ساعة نادية البلبيسي مديرة مكتب الحدث في واشنطن. من جانب آخر، شل الإضراب اليوم مناحي الحياة في محافظات الضفة الغربية تضامنا مع أهالي طول كرم ومخيم نور شمس الذي تعرض لتوغل عسكري إسرائيلي أودى بحياة 14 فلسطينيا. جاء الإضراب استجابة لدعوات القوى والفصائل السياسية والنقابات ومؤسسات أهلية تعبيرا عن الغضب وحدادا على أرواح الضحايا. وأغلقت المؤسسات الحكومية والأهلية والمتاجر أبوابها وتوقفت حركة النقل بين المحافظات الفلسطينية، وخلفت العملية دمارا كبيرا في البيوت والشوارع والبنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات في المخيم الواقع شمال الضفة الغربية. ومن الناصرة معنا الآن لمناقشة هذه التطورات الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. أستاذ نظير مساء الخير، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. يعني أيضا انتظارا كذلك لمعرفة ما إذا كان سيتغير الموقف الأمريكي حول أي عقوبات قد تفرض على هذه الكتيبة كتيبة نتزاح يهودا، نسأل هنا عن أهمية وخطورة هذه الكتيبة. لماذا هي بالتحديد اليوم التي تقع تحت أعين الأمريكيين؟ مرحبا بك يا العزيزة يارا وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. صحيح أن الحديث ليس عن وحدة واحدة بل عن ثلاث وحدات عسكرية في الجيش الإسرائيلي تعمل في المناطق الفلسطينية المحتلة. يشددون في إسرائيل على هذه الوحدة لأنها متعلقة باليهود المتدينين، وهذا يدخل في نطاق السباق والتنافس ما بين المتدينين والعلمانيين. ولكن هناك ثلاث وحدات ارتكبت العديد من الممارسات التي تعتبر بمثابة جرائم حرب، والقانون الأمريكي يلزم بإجراء عقوبات حولها. والقضية هي أنه في يناير الماضي صحيفة غارديان البريطانية كشفت عن أن هنالك في وزارة الخارجية الأمريكية من يحاول أن يلفلف موضوع التحقيقات وأن يغطي على هذه الممارسات، وأن لا تكون إسرائيل واحدة من الدول التي تعاقب بسبب هذا القانون، على نتحدث عن قانون ليهي.
الذي تحدثت عنه الزميلة نادية. هذا القانون لا يطبق على إسرائيل، طبق على أوكرانيا، طبق على مصر، طبق على دول أخرى في العالم، ولكن على إسرائيل لا يطبق. والسبب أن هناك توجيهات عليا في البيت الأبيض، وضمن هذه التوجيهات أن كل ما يخص هذا الموضوع يجب أن يوقع عليه نائب وزير الخارجية الأمريكي. فاضطرت الآن الوزارة إلى التعاطي مع الموضوع بعد أن كشف أمره في الجارديان، لكن اختيار الوقت جاء بعد ساعة مباشرة من إقرار مجلس النواب الأمريكي مساعدة هائلة مالية. غير مسبوقة لإسرائيل، جاءت عمدا على اعتبار أن هذه يعني وخزة أمام هذا الدعم الضخم اللي من الولايات المتحدة لإسرائيل. في إسرائيل رد الفعل كان صادما، لأنهم نسوا المساعدات التي أقرها الكونغرس وركزوا على هذا، وبدأوا يهاجمون الإدارة الأمريكية لدرجة أن أحد النواب يقول أو تقول عن الإدارة الأمريكية أنها معادية للسامية، وصلوا لهذه الدرجة يعني. طيب بس بنفس الوقت أستاذ نظير، لماذا برأيك تم يعني غض النظر عن ال 26 مليار دولار والتركيز على فعليا هذا الموضوع؟ هل هو يعني مؤذي إلى هذا الحد كما يقول الإسرائيليون؟ ولافت أصلا موضوع التوافق بين كل التيارات الإسرائيلية حوله، يعني المعارضة دانته قبل نتنياهو أصلا. نعم، لأن هناك وحدة في إسرائيل لكل المجتمع السياسي وراء الجيش، وإذا كانت الولايات المتحدة ستدين وحدة أو اثنتين أو ثلاث من الجيش الإسرائيلي بتهم من هذا النوع، إذا ماذا تفعل محكمة العدل الدولية أو محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي؟ هذه المحاكم عندئذ ستقوم بحساب عسير مع القيادة الإسرائيلية. يوجد حساسية في هذا الموضوع، وإسرائيل تعتقد أن الولايات المتحدة هي القبة الحديدية التي تحمي إسرائيل قضائيا من مثل هذه الاتهامات. فالآن عندما تأتي الولايات المتحدة بنفسها وتتهم، هذا خطير بحد ذاته، ثم إنه يفتح صفحة لتحقيقات في هذا المجال. وإن فتحوا صفحة للتحقيقات حول ممارسات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، سيجدون مئات الجرائم، جرائم الحرب التي ترتكب ولا أحد يحاسب عليها. بموضوع الضفة تحديدا سيد نظير، نرى إجراءات أمريكية أكيد لم نرها بموضوع غزة. أولا فرضت عقوبات على المستوطنين بغض النظر عما إذا كانت فعالة أو لا، ولكن اتخذت الولايات المتحدة إجراء، والآن يحكى عن إمكانيات فرض عقوبات على هذه المجموعات العسكرية الرسمية. لماذا برأيك الولايات المتحدة يعني تذهب إلى إجراءات واضحة بموضوع الضفة؟ ما الذي يقلقها هناك أو ما الذي تحاول تجنبه؟ أولا الاعتداءات على الفلسطينيين بلغت حدا لا يمكن تحمله، ومن يريد أن يتحدث عن حقوق الإنسان لا يجوز له أن يتحدث بمعيارين، وهذا الأمر يطرح الآن في الصحافة الأمريكية وفي الصحافة الغربية في مختلف دول العالم. يعني يدركون أن ما يقوله العرب من أن هنالك معياران مختلفان ما بين حقوق الإنسان في أوروبا أو في الوسط العربي أو في العالم العربي، هذا من جهة. من جهة أخرى نحن نتحدث عن ضحايا لهذه الاعتداءات، هم قسم كبير منهم أمريكيون من أصل فلسطيني، هم أمريكيون. يعني القيادة الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي يقوم بممارسات ضد مواطنين أمريكيين. نتحدث عن عمر أسعد، الرجل المسن ابن الطاعن في السن 80 عام ترك بالخارج. نعم، وهنالك شاب آخر وشخص حوالي 12 حادثة توجد الآن أمام الإدارة الأمريكية فيها أمريكيون تعرضوا لهذا النوع من القمع، لم يعد بإمكانهم أن يخفوا هذا الأمر بعد. بس هذا المشهد يعني نراه بغزة، ونرى أكيد تطورات أسوأ منه، وفي هناك من قالوا أنهم يملكون أكيد جنسية أمريكية. يعني هذا الأمر ليش مقبول بغزة ومستفز لأمريكا؟ يعني هو مستفز بكل الأحوال أينما كان، بس أنا أسأل عن أمريكا، لماذا هو مقبول بغزة وغير مقبول بالضفة؟ لم أكن لأقول أنه مقبول في غزة، لأنه في بداية الحرب إذا كنت تذكرين عزيزي كان هنالك نقاش حول هذا الموضوع، وتم السماح للأمريكيين من أصول فلسطينية أن يغادروا قطاع غزة لأنهم أخذوا في عين الاعتبار هذا الجانب. الفرق بالنسبة للضفة الغربية هناك توثيق داخل المؤسسة، يعني وزارة الخارجية الأمريكية بعد تحقيق دام شهور وربما يحكي حتى أنه 3 سنوات،
بعد 3 سنوات توصلوا إلى هذه القناعة. يعني يحتاج الأمر إلى وقت ربما في العقلية الأمريكية، لأنهم مناصرون لإسرائيل ولا يريدون أن يحرجوها، ولذلك يحاولون بعشرات الوسائل أن يطلبون إسرائيل أن ترتدع، أن تتراجع، أن تغير أسلوبها. فعندما يصابون باليأس من إمكانية أن تغير إسرائيل يلجؤون إلى وسائل كهذه. شكرا لك ضيفنا من الناصرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. شكرا لك يا عزيزي. إذن خطوة غير مسبوقة قد تلجأ إليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي فرض عقوبات على كتيبة نتصح يهودا العسكرية التي تتبع الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية. وفق موقع والا الإسرائيلي، فإن العقوبات قد تحجب نقل مساعدات عسكرية أمريكية إلى هذه الكتيبة، وستمنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأمريكي أو المشاركة في أنشطة تتلقى تمويلا أمريكيا. رجح المصدر ذاته أن فرض عقوبات على الكتيبة هو بموجب قانون ليهي الصادر عام 97، والذي يحظر وصول مساعدات أمريكية لوحدات أمنية أو عسكرية تتوفر عنها معلومات موثوقة حول انتهاكات لحقوق الإنسان. كانت الخارجية الأمريكية بدأت في سبتمبر 2022 إجراء تحقيق حول هذه الكتيبة بالذات، كتيبة نتصح يهودا الإسرائيلية، في أعقاب عدة حوادث تورط فيها جنود من الكتيبة في عمل عنف ضد الفلسطينيين. وكشف موقع والا الإسرائيلي أن قرار الخارجية الأمريكية لحجب المساعدات عن الكتيبة الإسرائيلية يستند إلى أحداث وقعت قبل 7 أكتوبر عام 2023 في الضفة الغربية. من بين الحوادث التي ارتكبتها هذه الكتيبة، كتيبة نتصح يهودا، بحسب والا وفاة المسن الفلسطيني عمر أسعد الذي يحمل الجنسية الأمريكية في يناير 2022 عندما اعتقل في رام الله بالضفة الغربية، تم تعذيبه حتى الموت وذلك باعتراف من الكتيبة نفسها. هذا وأفاد مصدر آخر للخارجية الأمريكية بأن قرارا اتخذ بعدم فرض عقوبات على عدة وحدات إضافية في الجيش الإسرائيلي والشرطة كانت قيد الفحص لأنها قامت بتصحيح سلوكها. يشار إلى أن كتيبة نتصح يهودا التي لا تخدم فيها النساء تضم حوالي 1000 جندي ضمن جميع المراحل بين التدريبية والقتالية، تكون فترة الخدمة فيها ما مجموعه 2 عام و8 أشهر ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي. هذه العقوبات المتوقعة وحتى قبل إعلانها أثارت انتقادات شديدة من قبل مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي هاجم في تغريدة على منصة إكس الإدارة الأمريكية لفرضها عقوبات على وحدة نتصح يهودا في الجيش الإسرائيلي أو دراسة فرض عقوبات بسبب اعتداءات على فلسطينيين في الضفة. ووصف نتنياهو فرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي بأنها قمة السخافة والتدني الأخلاقي، مشددا على أن حكومته ستعمل كل الوسائل ضد هذه التحركات. هذا وأعلن نتنياهو أنه كان يعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض العقوبات على المواطنين الإسرائيليين، وذلك خلال محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية بحد قوله. من جانبه، اعتبر عضو حكومة الحرب بني غانس أن فرض عقوبات على الوحدة هي سابقة خطيرة، ويبعث برسالة خاطئة إلى أعداء إسرائيل وأمريكا، متعهدا بالتحرك حتى لا يتم التصديق على هذا القرار. ومع استمرار الخلافات الداخلية في إسرائيل، دخلت العقوبات الأمريكية على خط حرب التصريحات، حيث قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن العقوبات الأمريكية على كتيبة نتصح يهودا خطأ يجب العمل على إلغائه. واعتبر لابيد أن مصدر المشكلة ليس على المستوى العسكري بل على المستوى السياسي. وعن الوزيرين بن غفير وسموتريتش، قال لابيد إن العالم يعرف أن بن غفير لا يريد أن تفرض الشرطة القانون في الضفة، وأن العالم يعرف أيضا أن سموتريتش لا يعارض الإرهاب الإسرائيلي وأعمال الشغب الاستيطانية المتطرفة، مضيفا أن السياسة المنتهجة تؤدي للإضرار بصورة إسرائيل بشكل خطير وتراجع وضعها الدولي بقوة،
واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية أن أول المتضررين من السياسة غير الشرعية والفشل السياسي للحكومة وفق لابيد هم جنود الجيش الإسرائيلي وقادته. أرحب بضيفي هذا المساء لمناقشة هذه التطورات. من واشنطن آدم كليمنتس، دبلوماسي ومسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية، ومن القدس المحلل السياسي يوني بن مناحيم. مساء الخير لكما ضيفي الكريمين، أهلا بكما معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. أبدأ مع ضيفي من القدس. سيد يوني، يعني إسرائيل حصلت من أمريكا على مبلغ كبير جدا من التمويل بالأمس من جانب الكونغرس، سوف يعني يساعدها في كثير من الأمور بالحرب التي هي تخوضها، ولكن من نفس الوقت وكأنه كما قالت زميلتنا قبل قليل هذا الموضوع نسي من جانب الإسرائيليين بمجرد الحديث عن إمكانية عقوبات على نتصح يهودا. لماذا نسي المسؤولون الإسرائيليون كلهم معارضة وحكومة الأموال الأمريكية مقابل هذا الموضوع؟ أول شيء مساء اليوم تحدث الوزير بيني غانتس هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين، وطلب منه إعادة التفكير وإعادة النظر في النوايا الأمريكية لفرض عقوبات على هذه القتيبة من جيش الإسرائيلي. إسرائيل تنظر بخطورة إلى هذه التطورات وتقول بأن في هناك طرق أخرى لمعالجة جنود خرقوا الأوامر العسكرية، ولا يجوز أن تفرض عقوبات على قتيبة معينة في جيش الدفاع الإسرائيلي، ومن ثم هذه ظاهرة خطيرة تنتشر إلى وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي. وإسرائيل تأمل بأن الإدارة الأمريكية تغير هذا القرار. الموقف الإسرائيلي هو مبدئي أنه كل من خالف القانون الإسرائيلي سيعاقب، ولكن أسلوب العقوبات الجماعية وفرض العقوبات على وحدات في الجيش الإسرائيلي هذا بالنسبة لإسرائيل تجاوز الحدود الحمراء. طيب سيد آدم، ضيفنا يقول أنه هذا بالنسبة لإسرائيل تجاوز الخطوط الحمراء. اليوم لماذا الولايات المتحدة فعلا تبحث عقوبات من هذا النوع، ونحن نتحدث عن كتيبة لديها انتهاكات قبل فترة طويلة؟ يعني هذه الانتهاكات ليست بجديدة من جانب نتصح يهودا، وبالتالي لماذا الآن؟ شكرا جزيلا على استضافتي. أعتقد أن الأمر يظهر هو أنه بيد أن الولايات المتحدة لا تزال تدعم إسرائيل على خلفية حزمة المساعدات التي تم تمريرها يوم الأمس في الكونغرس، لكن الرئيس ومستشاريه ووزارة الدفاع ما زالوا يرغبون بأن تكون هذه الوحدات الموجودة في الضفة الغربية وترتكب الفظائع والويلات عرضة للمحاسبة. الولايات المتحدة هي التي تنظر إذا ما كان هذا الأمر قد كان ليحدث في ظل أي إدارة، حتى في إدارة ترامب. لذا تسعى الولايات المتحدة للحصول على موقع يمكن من خلاله فرض التأثير، مظهرة امتعاضها من بعض السياسات المتبعة من قبل نتنياهو، وكذلك ما تقوم به بعض الوحدات العسكرية التابعة للجيش. سيد يوني، من ناحية ثانية، اليوم ما مصلحة إسرائيل بتوتير الأوضاع بالضفة الغربية؟ ليس هناك أي نية لتوتير الأوضاع بالضفة الغربية. هذا يعني أنا لا أرى أي توتير من ناحية إسرائيل. يعني في هناك هجومات وفي هناك عمليات مسلحة لعناصر فلسطينية. يعني مثلا صباح اليوم كانت ثلاث محاولات للاعتداء على الجنود وعلى المواطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. ولذلك أنا لا أعتقد بأنه التصعيد هو من جهة إسرائيل. في هناك محاولة لحماس إثارة
مشاكل وإثارة العمليات المسلحة في الضفة الغربية في محاولة للتأثير على الحرب في قطاع غزة. هذه هي المشكلة. يعني هي الاقتحامات موجودة حتى ما قبل الحرب بالضفة، بس على كل حال نقطة نعود إليها. الاقتحامات موجودة صحيح قبل الحرب، يعني العمليات المسلحة هي بدأت قبل 7 من أكتوبر، هي منذ أكثر من سنتين، وهذا بسبب تهريب الأسلحة من إيران إلى الضفة الغربية، إلى جنين وطول كرم ونابلس، وإقامة مجموعات مسلحة. هذا كان قبل الحرب، وهذا هو جزء من الجهد الإيراني لإثارة المشاكل في الضفة الغربية. طيب نعود إلى هذه النقطة، بس مع سيد آدم كذلك أسأل عن في هناك نوع من الحرص الأمريكي سواء بالتصريحات أو حتى بالتصرفات لعدم حصول أي توترات أو أي مشاكل بالضفة الغربية بشكل خاص. لماذا الضفة مهمة إلى هذه الدرجة لواشنطن؟ أعتقد أنه إذا ما عدنا إلى التاريخ فهذه الإدارة وحتى الإدارات السابقة التي جاءت قبل بايدن تعتقد أن المستوطنات غير شرعية، ولذا قد تكون السياسة التي تبعتها الولايات المتحدة وما تزال تحافظ عليها هي مسألة الحياد بين الطرفين، وكذلك محاولة استخدام ما الذي سوف يمكن أن تصبح على هذه الأراضي في مستقبل البلدة دولة فلسطين وفقا لاتفاق أوسلو السابق ومناقشات كثيرة. من منظور الولايات المتحدة فإن سياق الأمور مهم على خلفية ما يحدث في غزة والأوضاع السياسية الكبرى وحالة الخلاف التي نشهدها حاليا بين إدارة بايدن ونتنياهو، لا يمكن تجاهلها ولا بد أن تكون جزءا من هذه المناقشات. بالفعل سيد آدم، يعني نقطة الازدواجية اليوم بالمواقف الأمريكية، يعني تفرض عقوبات على كتيبة تقوم بانتهاك جسيمة من هذا النوع أو يعني احتمال فرض عقوبات عليها، ولكن من نفس الوقت هي انتهاكات رأيناها بغزة بشكل يومي، وبالتالي الولايات المتحدة لا ترى هذا الموضوع بغزة. كيف يمكن فهم الازدواجية هنا؟ أعتقد أن هذه نقطة عرضة أو محل نقاش ليس فقط بين الولايات المتحدة وإسرائيل بل أيضا مع شركائنا الدوليين. أعلم حالة الإحباط وعدم التناسب التي يشعر بها كثيرون لفقدان عدد كبير من الأرواح في غزة. هذه النقطة سوف تكون محل نقاش بين الولايات المتحدة وبين الجهات الدولية ومن أجل حسب قوات الجيش الإسرائيلي، وكذلك لابد من وجود حالة من الشفافية في أي صراع، وقد شاركت الولايات المتحدة في سابقات من هذه الأمور. هذا جزء من السياسات المتبعة من قبل الولايات المتحدة في كافة أنحاء العالم ومع شركائنا لنضمن بأننا نحتفظ بأهمية أداء دور نزيه وشفاف، وقد يكون هناك صعوبة كبيرة على بعض المدنيين الذين يفقدون أحباتهم، وحتى اللحظة لا نقوم بالحفاظ على دور النزيه وفقا للقانون الدولي في شأن إدارة الحروب. سيد يوني، بالنقطة اللي حضرتك ذكرتها أن الاقتحامات أصلا كانت موجودة واستمرت بعد 7 من أكتوبر نظرا إلى أنه هناك تهريب أسلحة من إيران إلى داخل الضفة، هذا الكلام لم نكن نسمعه قبل 7 أكتوبر، وحتى لم نكن نسمعه قبل الفترة الأخيرة حديثا. كنا نسمع عن أسلحة، كنا نسمع عن كل التفاصيل بالضفة، ولكن من نفس الوقت إسرائيل لم تكن تقول بشكل مباشر هذه الأسلحة أتي من إيران. هل هذه، يعني البعض يراها فقط مجرد عنوان تضعه إسرائيل اليوم على هذه العمليات لتبريرها، كيف يمكن الرد على هذا يعني هذا الرأي الموجود اليوم حول إسرائيل؟ للأسف الشديد كلامك غير صحيح إطلاقا. وأنا أريد أن أذكرك قبل الحرب كثير، قبل 2 عامين تم اعتقال الشيخ بسام السعدي في مدينة جنين إذا تتذكري، وهو كان مسؤولا عن تهريب الأسلحة من
إيران إلى منطقة جنين وتم اعتقاله ومحاكمته في محكمة عسكرية. وقبل سنتين ونص بدأت إسرائيل تقول بصورة علنية بأن في هناك تهريب أسلحة من إيران إلى الضفة الغربية، وحتى زياد النحالي الأمين العام للجهاد الإسلامي اعترف في ذلك في عدة مقابلات قبل سنتين لوسائل الإعلام. هذا لم يكن سير، ولكن بسبب الأحداث بسبب الحرب إحنا نسينا هذه الأمور، ولكن هي كانت موجودة وقائمة. وإسرائيل تقول من منذ 3 سنوات أو سنتين ونصف بأن إيران تقوم بهذه الظاهرة الخطيرة. والأردن كيف يتم التهريب سيد يوني؟ يعني اليوم إسرائيل تسيطر على كل المخارج والمداخل. لا 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 لا، هذا غير صحيح. في هناك مشكلة عويصة بالتهريب، ليس فقط بالطرف الإسرائيلي، أيضا في الطرف الأردني، لأنه الأسلحة تأتي من إيران إلى جنوب سوريا، ومن جنوب سوريا يتم التهريب إلى شمال الأردن، والجيش الأردني يكافح المجموعات المسلحة التي تهرب هذه الأسلحة، وهذه الأسلحة تأتي من شمال الضفة، من شمال الأردن إلى شمال الضفة الغربية. هذه المشكلة الرئيسية، ومن وراء إيران، وهذا معروف. وملك عبدالله نفسه اشتكى لرئيس بايدن قبل سنتين حول هذا الموضوع، وتم تداول هذا الموضوع في وسائل العلم. إحنا بسبب الحرب نسينا كل الموضوع هذا. يعني هو لم ينسى هذا الموضوع، ولكن لم يكن الخطاب الأساسي. أنا هذا كان قصدي بالنقطة التي ذكرتها. وحضرتك أيضا يعني لا أعتقد أنك أجبت على موضوع لماذا القوات الإسرائيلية لا تمنع وصول هذه الأسلحة إذا هي تعلم ما هي تسيطر على المنطقة. أجيب لسؤالك. طبعا أنا لا أتهرب من أي سؤال. إسرائيل أول شيء هي تكافح هذه الظاهرة، وفي لها فيها أحيانا في إنجازات يعني. طيب. ويتم اعتقال الناس ويتم ضبط الأسلحة، ولكن في هناك شبكة واسعة جدا، وهذه ظاهرة خطيرة، والأردن لم ينجح يسيطر عليها، وإسرائيل حتى الآن لم تنجح بسيطرة عليها. سيد آدم، مع الحديث عن هذا المعطى الآن بشكل مكثف إسرائيليا، القول أنه أسلحة إيرانية تدخل إلى الضفة، ويعني التركيز على هذه النقطة بشكل أساسي، هذا أين سيضع الولايات المتحدة برأيك بظل هكذا معطى؟ يبدو أنه انقطع الاتصال. طيب انقطع الاتصال مع ضيفنا، ممكن انه ان نعاود الاتصال به اذا ما تمكنا. سيد يوني، بسؤال اخير مع حضرتك، اسال على نقطه اليوم، اي توتر اي تطور يحصل بالضفه الغربيه كم هو فعلا يضعف السلطه؟ السلطه للاسف الشديد هي ضعيفه من زمان، يعني من فتره طويله. يعني كل ما نشهده في شمال الضفه الغربيه من سيطرة المجموعات المسلحة المدعومة من إيران على شمال الضفة الغربية، على جنين وطولكرم ونابلس، هذا كله بسبب ضعف السلطة الفلسطينية التي انسحبت بصورة فعلية. انسحبت قوات الأمن تبعها من شمال الضفة الغربية بسبب عدم قدرتها على هذه المجموعات المسلحة. هذا هو السبب المباشر. طيب يعني نحن عم نحاول نرجع لضيفنا، يبدو أنه لم نتمكن من إعادته. بلى سيد آدم، أعتقد أنك تسمعني. كنت أسألك عن استخدام المعطى الأخير حول أنه هناك أسلحة إيرانية تدخل إلى الضفة، وأين يضع أمريكا بهذه الحالة؟ أعتقد وبكل تأكيد بأن الولايات المتحدة على دراية بعمليات التهريب التي تصل إلى الضفة الغربية، وكذلك من خلال بعض المجموعات الأخرى المرتبطة مع إيران، وهذه ناحية مهمة ليس فقط لأمن إسرائيل، بل أيضا لأمن الفلسطينيين الآخرين في الضفة الغربية، وهذا قد يكون طريقا متبادلا، حيث أن هناك أزمة بشأن المستوطنات، والتي تقوم من خلالها القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين
الإسرائيليين بإثارة الاستفزاز، لذا أنه طريق متبادل. كما قلت، الولايات المتحدة يجب أن تكون موضوعية وأن تكون صادقة، والعمل مع الأسرة الدولية في مسعى لتحقق من أن كل من أن هناك فرصة للمناقشات السياسية بين الطرفين ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. قد تكون مسألة صعبة، نعلم بأن هناك جملة طويلة من المناقشات، ولذا قد يكون هذه الأهمية التي يمكن أن تلعبها الولايات المتحدة مع الأسرة الدولية من خلال أداء دور وساطة. شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن آدم كليمنتس، دبلوماسي ومسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية، وأشكر ضيفنا من القدس المحلل السياسي يوني بن مناحيم. شكرا لكم. في الأخبار ليلى أيضا، ولكن بعد الفاصل، التسول في تونس عصابات إتجار بالبشر. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأنه المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عقار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. اعرف الأخبار وتابع الحدث. زيارة هي الأولى منذ قرابة 13 سنة، يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الاثنين إلى العراق، وفي حقيبته ملفات ثقيلة سيبحثها مع المسؤولين العراقيين. قالت مصادر إن الزيارة ستشهد توقيع نحو 37 مذكرة تفاهم في عدد من المجالات، أهمها المذكرة الإطارية الاستراتيجية للتعاون. كما يأمل مسؤولو البلدين أن تسهم الزيارة في حل الملفات الخلافية العالقة بين أنقرة وبغداد. وكان أردوغان صرح أن قضية المياه ستكون من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته، كما تشكل العمليات العسكرية التركية وتأمين الحدود بين البلدين ومسألة حزب العمال الكردستاني أبرز ملفات زيارة أردوغان. هذا وقال وزير الموارد المائية العراقي عون دياب إن بلاده ستبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته المرتقبة ملف حصة العراق المائية من مياه نهري الدجلة والفرات. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير قوله إنه من الضروري منح العراق حصة عادلة من المياه لنهري الدجلة والفرات، مؤكدا أن بلاده تعمل على إنهاء ملف المياه. وقال دياب إن هناك العديد من الملفات الاقتصادية والأمنية والتجارية والمائية ستناقش خلال زيارة أردوغان، مشيرا إلى أن العراق يعول على هذه الزيارة كثيرا والتي ستكون فيها نتائج وصفها بالإيجابية.
نناقش هذا الملف مع ضيفينا من عمان الدبلوماسي السابق ومدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، ومن اسطنبول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور مهند حافظ أوغلو. مساء الخير لكما، أهلا بكما معنا في الأخبار ليلى على شاشة الحدث. أبدأ مع ضيفنا من عمان. دكتور غازي، المعطيات تشير إلى أن العراق يعول كثيرا على هذه الزيارة، وهناك بالفعل يعني عدة ملفات مهمة جدا بالنسبة للعراق، ولكن السؤال هنا أي ملفات قد تكون لازالت عالقة حتى مع زيارة رئيس تركي؟ شكرا جزيلا. أعتقد فعلا هذه الزيارة هي زيارة مهمة على صعيد تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بغداد وأنقرة. تركيا تعتبر من دول الجوار بالنسبة للعراق اللي تحتل أهمية استثنائية على صعيد مواجهة مشكلات المياه. أيضا لتركيا خبرة عميقة في إدارة الموارد المائية، السدود الكبيرة، السدود الصغيرة، ممكن تساعد العراق الذي لديه اليوم مشكلات على صعيد إدارة المياه، إضافة للجفاف الذي عصف بالبلاد منذ سنوات عديدة، بجانب قطع 12 نهر من إيران كانت تصب في الأراضي العراقية وتغذي الزراعة في مناطق شمالية وشمال شرق إلى غيره. اليوم هذه الزيارة بالتأكيد ستشمل إيجاد حلول لهذه الأزمة، ولتركيا معادلة مهمة اللي هي النفط مقابل المياه. إذن العراق يزود تركيا بالغاز الذي تحتاجه وبالنفط الذي تحتاجه، في نفس الوقت تركيا تعمل على توفير حصص مائية عادلة مشروعة بالنسبة للعراق، بجانب المسألة الأمنية. اليوم PKK موجودة في المناطق الشمالية على الحدود العراقية التركية، وموجودة في جبل سنجار، وتهدد الأمن الوطني العراقي، وهي منظمة إرهابية وفق التقديرات والتقييمات الدولية والأمريكية وغيرها. وبالتالي يجب الوصول إلى صيغة من العمل المشترك لطرد هذه المنظمة من الأراضي العراقية وضمان الأمن التركي، وعبر إيجاد منطقة عازلة والسماح لتركيا بمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية. الملف الأمني سأعود إليه لأنه هو أكيد نقطة أساسية، وحتى كذلك النقطة التي عليها علامات استفهام كثيرة. بس سأذهب إلى دكتور مهند بما تفضلت به حضرتك دكتور غازي. النفط مقابل المياه دكتور مهند بهذه الحالة الآن نتحدث، وإلى أي مدى إذا كان الموضوع يعني مهم جدا للعراق هو بنفس الأهمية بالنسبة لتركيا؟ سعدي مساء سادة لارا وجميع المشاهدين والضيف الكريم. بداية دعيني أحيي الضيف على هذا الطرح المهم والمفيد والعملي والحقيقي، وليس بعيدا عن التنظير والاتهامات التي تكال لتركيا. يدرك تماما ضيفك أهمية تركيا وحجمها وخطورة عدم التعامل معها والابتعاد عنها، وهذا أمر جيد ومهم وأقيمه. ولكن أن نقول بأن النفط مقابل المياه، يعني أظن الأصوب أن نقول بأن الأمن المشترك مقابل الأمن المشترك. يعني أنا أظن أن عندما يعلن وزير الدفاع التركي هذه عن هذه الزيارة أولا، ثم يقوم بعدها وزير الخارجية التركي بإعلان عن هذه الزيارة وعن البروتوكولات التي سوف توقع في هذه الزيارة، هذا يعني أن تركيا في ترتيب الأولويات لديها الملف الأمني على رأس الأولويات. وأظن أن الرئيس أردوغان لم يكن ليؤجل هذه الزيارة لأكثر من 3 سنوات، وفي هذا العام مرة على الأقل، إلا بعد أن وضعت الخطة الكاملة، خارطة طريق حقيقية. وما بعد هذه الزيارة سوف يكون تغيرات على الداخل التركي، الداخل العراقي، وعلى الحدود العراقية التركية بشكل كبير جدا. الزيارة هذه بالمعنى الحرفي سوف تكون تاريخية، وسوف تكون بداية تحول إقليمية جديدة، لأن العراق يدرك أهمية تركيا
العراقي، وتركيا تدرك تماما بأن العراق قد أصبح أرضا ومستنقعا للعديد من المنظمات الإرهابية، مدعوما بدول إقليمية سواء كانت جارة أو خلف الجبال تأتي من بعيد. بناء عليه ما سوف يكون ما بعد هذه الزيارة لن يكون كما قبلها. طيب يعني الأولوية بالنسبة لتركيا هي هو الموضوع الأمني. طيب لأذهب بهذه النقطة إلى دكتور غازي، الاتفاق الأمني المرتقب، البعض يقول أنه تركيا قد تريد اتفاقا أمنيا يشبه ذاك الذي حصل بين العراق وإيران، بس بنفس الوقت أكيد العام الماضي، بس بنفس الوقت هنا نسأل ما هي حدود التفاهمات الأمنية التي يمكن أن يذهب إليها العراق دكتور غازي؟ نعم، الوضع الأمني بين العراق وتركيا مختلف تماما عن الوضع بين العراق وإيران. الأكراد الموجودين في الإيرانيين، الأكراد في العراق في إقليم كردستان موجودون كلاجئين ويعيشون في مناطق اللجوء ضمن إطار الأمم المتحدة، وهم عوائل وأطفال إلى آخره. قد توجد بعض الشبكات المسلحة للأكراد الإيرانيين على الحدود العراقية الإيرانية، وقد تقوم ببعض الأنشطة، لكن هذه الحركات بإمكان إيران إيجاد حل ناجح لاحتواء هذه الأزمة ومعالجتها ضمن إعطاء الحريات الديمقراطية للأكراد الإيرانيين. أما على صعيد العلاقات بين الحدود العراقية والتركية، حزب PKK يمتد تاريخه من 1982، وهو منظمة ماركسية إسلامية. هنا تكمن المشكلة، ويؤمن ب يعني دولة كردية عابرة للحدود على صعيد جميع كردستان في تركيا وإيران والعراق وسوريا. فالاستراتيجية مختلفة بين، والمشكلة مختلفة بين ما موجود بين العراق وإيران والعراق وتركيا. لذا تركيا من حقها اليوم أن تواجه هذا التنظيم الإرهابي فعلا، لأنه لا يذهب إلى إيجاد حلول دبلوماسية سياسية مع الحكومة التركية، ولا يذهب نحو مفاوضات سلمية، بل يستخدم السلاح والعنف المسلح، وموجودون في مناطق جدا حساسة في جبال إقليم كردستان على الحدود العراقية التركية، وفي سنجار يمارسون تدريب ميليشيات ويرتبطون في مع الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة العراقية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ويحصلون على دعم إيران. اليوم إيران أعطى الضوء أخضر لتركيا من أجل يعني تطبيق استراتيجيتها لمواجهة هذا الحزب، وسبق أن كان هذا الحزب حليف لحافظ أسد في سوريا ثم تخلى عنه. إذن يجب إنهاء هذه المشكلة، لأن بوجود PKK في شمال العراق وفي سنجار، معنى ذلك لن يحقق العراق ولا تركيا نتائج إيجابية من طريق التنمية الاستراتيجي ولا من علاقات النفط والمياه، وسيبقى هذا التنظيم يهدد الأمن والاستقرار والأمن العلاقات العراقية التركية. دكتور مهند، اليوم الاستعداد العراقي للتعاون في هذا الملف، أي استراتيجيات مواجهة ستريدها تركيا مع العراق بالتعاون معه تجاه PKK؟ يعني قد لا أكون أفشي سرا إذا ما قلت بأن أنقرة ترغب وتطلب إيماء أو تصريحا من بغداد أن لا تستنط ولا تستمع لطهران. يعني تدرك تماما تركيا بأن هناك مشكلة حقيقية هو التدخل الإيراني المباشر في الكثير من القرارات العراقية، وهذا ما ينعكس سلبا على العلاقات التركية العراقية. لماذا سوف تبقى هذه الأمور؟ نعم، أظن أننا في مرحلة جديدة، سيما أن السيد السوداني قد جاء من الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وهذا يعني أن هناك خارطة طريق واضحة المعالم سوف نشهد أثارها على الواقع بعد أيام من زيارة الرئيس أردوغان، وسوف تبدأ العمليات العسكرية حتى ربما في بداية الشهر السادس من العام الجاري. إذن اليوم أدرك العراق بأن البقاء على ما هو عليه والمراوحة في المكان لن يفيده لا على المستوى الداخلي
ولا على المستوى الإقليمي، بل سوف ينعكس عليه سلبا حتى على وحدته ووحدة أراضيه، وهذا ما لا يريده ولا تريده تركيا. على العكس، من مصلحة تركيا أن يبقى هذا العراق دولة واحدة متينة مصانة وحامية للحدود. وكما تفضل ضيفك، العلاقات التركية العراقية الإيرانية شيء، والعلاقات التركية العراقية شيء آخر. الأمر أكثر حساسية لأن هناك امتداد في الداخل السوري، وبالتالي محاولة اقتطاع أجزاء من ثلاث دول لإقامة ما يسمى في مخيلتهم دويلة كردية بين مزدوجين، بالرغم من أن نتحفظ على أنهم أكراد أصلا. يعني المشكلة أنهم يلبسون ثوب القومية الكردية، والقومية الكردية منهم براء، بل أن الكرد هم أول المتضررين من وجود هذا الحزب السرطاني الإرهابي. وبناء عليه هذا الدفاع الذي تقوم به تركيا على مدى أكثر من 4 عقود في محاربتها هي حفاظا أولا على أمنها القومي وعلى وحدة أراضيها، وكذلك بالنيابة عن كل من سوريا والعراق في آن واحد، لكي لا يقوم هذا الحزب ومن يدعمه من خلفه باقتطاع ولو مترا واحدا من تلك الجغرافيا أو ذلك، لكي لا يكون نواة يؤسس عليها لاحقا. وبناء عليه أظن أن العراق اليوم قد أدرك تماما أهمية ما تقوم به تركيا، وأن أمر المياه بالرغم من أن يعني ضعف الخبرة العراقية في تشييد المياه ومواردها وما شابه كثيرة وكثيرة جدا، ولكن ليس هذا هو الملف العائق أو الصعب، على العكس تماما. الأمر الأمني هو الأساس، فضلا عن المستقبل الذي ينتظر كل من الدولتين عن طريق التنمية. وبناء عليه العراق اليوم يتجه بخطوات صحيحة، والرئيس أردوغان يثوج هذه الخطوات بزيارة مهمة. شكرا لك ضيفنا من اسطنبول الأكاديمي والباحث السياسي دكتور مهند حافظ أوغلو، وأشكر ضيفنا من عمان الدبلوماسي السابق ومدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل. تصاعدت خلال الأعوام الأخيرة ظاهرة التسول بالشوارع الرئيسية للعاصمة التونسية وضواحيها، وأيضا بالمدن الكبيرة، لتشمل الأطفال والمهاجرين غير النظاميين، على خلفية ارتفاع نسب الفقر والبطالة بالبلاد، إلى جانب نشاط شبكات إجرامية تستغل الفئات الأكثر هشاشة للتسول. بنتو مهاجرة من السيراليون فرت إلى تونس مع ابنها داود قبل نحو 6 أشهر إثر مقتل زوجها، لتصطدم بواقع معيشي وظروف مادية قاهرة دفعتها للتسول بشوارع منطقة حي الانطلاقة قرب العاصمة، مستجدية عطف المرة على طفلها اليتيم. بعض الناس يعطونني المال أو الملابس، لكن الوضع ليس سهلا بالنسبة لنا. أتسول لأعيش أنا وابني، وقررت القيام بهذا حتى لا أسرق أو أمارس الدعارة. تتفاقم مظاهر التسول بشوارع العاصمة وضواحيها، حيث ينتشر حسب إحصائيات رسمية أكثر من 600 طفل يطلبون الأكل أحيانا والمال أحيانا أخرى، أو متخفين في هيئة بائع المناديل في مشهد بات مألوفا خاصة في المناسبات الدينية. صباح بكري فما وسائل نقل اللي تجيب صغيرات وتوزعهم في بعض الأحياء، ومن بعدك بعد المغرب يجيوا يعاودوا إلى مهم باش يروحوا بهم، يستغلوهم في نقل الممنوعات، برشا حاجات اللي تبدأ مسروقة من بعدك يحطوها في أجياب أكل الأطفال هذوكم، وهم اللي ينقلوا أكل المسروقات هذاك فيما بعد. ينص قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصادق عليه في تونس منذ 2016 على عقوبات تصل إلى السجن ل15 سنة ضد مستغلي الأطفال، فيما كشفت وزارة الداخلية عن عدة شبكات إجرامية تستغل القُصر في عمليات تسول وهمية. تونس من البلدان التي تمنع قوانينها استغلال الأطفال واستغلال هشاشتهم مع غياب الرقابات الأمنية أو مجابهة الأمن لهذه الظاهرة وتفشيها. اليوم هناك دراسات أو إحصائيات فعلية تقول أن في العاصمة فقط يوجد تقريبا ما يعادل بين 3500 إلى 4000 متسول. تكافح السلطات التونسية للحد من التسول، لكن الظاهرة تجاوزت الأشكال التقليدية، وبات التونسيون في السنوات الأخيرة ضحايا لعصابات التحايل والاستجداء عبر الإنترنت من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. نسرين حمداوي، الحدث، تونس. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام ساعة الأولى من الأخبار ليلة، دقائق قليلة ونفتح ملفات الساعة الثانية، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. خلف عناوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداثا صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثا عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ أكثر من 22 مليون متابع، وما يقارب 475 مليون مشاهدة، ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. الآن الأخبار الليلة من الحدث. الساعة الثانية من الأخبار الليلة، أحييكم وإليكم تذكيراً بأهم الملفات. عقاب أمريكي يستفز نتنياهو، خامنئي يدعو للتعلم من إسرائيل، العلاقات التركية العراقية على ضوء زيارة أردوغان غداً، ومستجدات الأزمة الليبية الجامدة، وغيرها من الملفات، ولكن نعود أيضاً للتذكير بالعناوين.
نتنياهو يهاجم واشنطن بعد حديث عن عقوبات أمريكية على وحدة نتسح يهودا في الجيش الإسرائيلي. تعقيبا على فشل الهجوم الإيراني على إسرائيل، خامنئي يبرر ويتحدث عن ضرورة التعلم من إسرائيل. عشية زيارة أردوغان للعراق بعد 13 عاما، بحثنا في الأخبار الليلة ملفات الزيارة السالكة والشائكة. مبعوثة أممية جديدة لليبيا، يد تحمل حلولا أم عين لواشنطن كما يقول الإعلام الروسي؟ لحظة تعيش المنطقة على صفيح ساخن بين رد ورد على الرد وانتظار آخر، ومخاوف من انزلاق باتجاه حرب تارة تتصاعد وتارة أخرى يتم ضبطها مؤقتا. في آخر التطورات تصريح لافت لخامنئي الذي أقر ضمنيا بفشل الرد الإيراني على استهداف السفارة، حين برر نتائج الهجوم الذي شنته قواته على إسرائيل في 13 من أبريل الجاري، معتبرا أن الهدف من الهجوم هو إظهار القوة وليس عدد الصواريخ أو الأهداف. ودعا خامنئي قواته للسعي وراء الابتكار العسكري وتعلم أساليب العدو بحسب تعبيره. في المقابل كشفت هيئة البث الإسرائيلية نوع الصاروخ الذي استخدمته إسرائيل في هجومها على مدينة أصفهان الإيرانية، وهو الصاروخ رامبج من الصناعات الإسرائيلية. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الصاروخ مصمم بتكنولوجيا مكنته من الإفلات من الدفاعات الجوية الإيرانية، إذ تفوق سرعته سرعة الصوت، ويحمل رأسا حربية تزن 150 كيلوغراما ويصل مداه إلى 145 كيلومترا، كما أن لديه القدرة على تصحيح مساره، وهذا ما مكنه من الوصول إلى الهدف. هذا ونشرت صحيفة نيويورك تايمز صور أقمار صناعية ومشاهد جديدة للهجوم الإسرائيلي على قاعدة جوية في أصفهان، ووثقت الصور تدمير أجزاء من نظام الدفاع الجوي من طراز S-300 الروسي. في سياق تلك الأحداث، معلومات جديدة تكشفت عن الغارة الإسرائيلية على مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق السورية، حيث قالت وكالة بلومبرغ إن الهجوم قتل كامل هرم القيادة المسؤولة عن أنشطة الحرس الثوري في سوريا ولبنان. تفاصيل أكثر نتابعها في هذا العرض. إذن في عرضنا هذا، وعلى الرغم من مرور نحو 20 يوما على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، إلا أن بعض الخبايا لا تزال تلف الهجوم. فقد تكشفت معلومات جديدة عن استهداف القنصلية خلال الساعات الماضية، إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الهجوم قتل كامل هرم القيادة المسؤول عن أنشطة الحرس الثوري في سوريا ولبنان، وفق ما نقلت جيروزاليم بوست عن شبكة بلومبرغ. كما لفتت إلى أن العميد في فيلق القدس محمد رضا زاهدي ونائبه محمد هادي رحيمي فضلا عن الضباط الآخرين الذين قتلوا في الضربة الإسرائيلية، كانوا على يقين من أن مبنى القنصلية المجاور لمقر السفارة الإيرانية هو الأكثر أمانا في دمشق، وأن إسرائيل لن تجرؤ على مهاجمته. إلى ذلك كشفت المعلومات أنه قبل الغارة الجوية على مبنى القنصلية كان من المفترض أن يتم نقل مسكني السفير والقنصل الإيرانيين إلى مجمع سكني جديد في نفس الشارع، حيث يعيش
يعيش أقرباء للرئيس السوري بشار الأسد، لكن قبل وقت قصير من الهجوم اجتمع كبار المسؤولين في الحرس الثوري في الطابق الثاني من مبنى القنصلية وقرروا البقاء هناك. يذكر أنه بعد اغتيال رضا زاهدي مباشرة بدأت إيران تشك فعليا بتورط مجموعات سورية في عدة حالات اغتيال استهدفت عناصر بالحرس الثوري خلال السنوات القليلة الماضية. تركزت الشكوك الإيرانية حول قضايا اغتيال 18 قائدا خلال فترة قصيرة بهجمات نسبت إلى إسرائيل ضمن الأراضي السورية. وبعد اغتيال رضا موسوي في سوريا بديسمبر 2023 بدأ تحقيق مشترك بين طهران ودمشق لمحاولة تتبع الخرق الأمني المحتمل، لكن إيران اختارت في مرحلة معينة إجراء تحقيق مستقل مع حزب الله عقب مخاوف من تدخل المخابرات السورية في التحقيق. خلص التحقيق المستقل حينها إلى أن الخروقات الأمنية التي أدت إلى الاغتيال كانت تحت غطاء سياسيا وأمنيا رفيع المستوى، لكن من غير المرجح أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد على علم بها. لمناقشة كل هذه التطورات معنا هذا المساء من طهران الباحث السياسي الدكتور محمد مهدي شريعة مداري، ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. مساء الخير لكما، أهلا بكما معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. سأبدأ مع ضيفي من طهران دكتور محمد. تصريحات المرشد الأعلى عندما يتحدث عن التعلم من أساليب العدو وكذلك أيضا الحديث عن أنه الهدف من الهجوم كان الإيراني هو إظهار القوة وليس العدد، فعليا ما الرسالة هنا في ظل أنه هي فهمت بأنها رسالة ضعف من بعض المراقبين وليست رسالة قوة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناة الحدث. أتصور أنك تمت صباح يوم اجتماعي دكتور محمد. نحن في عندنا مشكلة بالصوت مع حضرتك، بس سنحاول إصلاحها ومن ثم نعود لك لأنه الصوت يتقطع كثيرا. رح نرجع لضيفنا من طهران. أذهب إلى ضيفي من كنتاكي دكتور إحسان. يعني اليوم حتى نفهم كذلك كيف يقرأ تصريح خامنئي، هل يعتبر فعلا رسالة ضعف كما وصفها البعض التعلم من أساليب العدو؟ هذا ما المراد منه؟ تحياتي أولا. يعني شوف المفارقة، أن هناك دولتين في الشرق الأوسط يعتبروا أنفسهم أنه دول استثنائية، يعني لا يعتبروا لا يكترثوا القانون الدولي حقوق الإنسان إطلاقا. فهناك تشابه كبير بين إيران وإسرائيل. إسرائيل ليست دولة طبيعية، إسرائيل تحتل أراضي فلسطينية، تنكل بالفلسطينيين، تخالف القانون الدولي، يعني لا تكترث بالقانون المتحدة، محكمة العدل الدولية، كل شيء، دولة غير طبيعية. وهناك أيضا في المقابل إيران أيضا دولة غير طبيعية، دولة عندها ثورة تريد تصديرها، ما تفكر في ذلك، تريد بناء إمبراطوريات، عندها أذرع في المنطقة، ولا تتصرف كدولة طبيعية. وهناك علاقة مشبوهة بينهم وبين أمريكا. يعني هناك أمريكي إيراني اسمه تريتا بارسي ألف كتاب تراشيرس ألايانس، كتب عن العلاقة بين إسرائيل وأمريكا وإيران. هذه الدول لها علاقة تحت الطاولة وفوق الطاولة، والإيراني والإسرائيلي يتخاتموا. يعني بحرب الخليج الأولى عندما حارب صدام إيران وإيران حاربت صدام 8 سنوات، الإسرائيل اعتبر أنه ربح العراق مشكلة. فهناك تخاتم بينهم، يتعلموا من بعضهم، وهم يعني عندهم يرفعوا شعارات، ولكن على الأرض عندهم مشاريع يعني تناقض أمن واستقرار ومصلحة الشعوب المنطقة، الشعوب العربية. دكتور محمد، أعتقد أنه تم إصلاح المشكلة، مشكلة الصوت، وبالتالي أعود إلى نفس السؤال، تفضل، كنت بدأت بالإجابة.
نعم، كما قلت وربما انقطع الصوت، الاجتماع الذي حصل اليوم بين قادة القوى العسكرية، إن كان ذلك الحرس الثوري أو الجيش الجمهورية الإسلامية، قائد الثورة الإسلامية آيت الله خامنئي، هو بذاته يدل على القوة العسكرية التي تمتلكها إيران. وكان هذا الاجتماع وكلام القائد تأكيدا على ذلك. أكده على أن الموضوع الأهم في هذه العملية ليس عدد الصواريخ، وإن كان عدد الصواريخ والمسيرات عدد كبير جدا، أو الصواريخ التي أصابت، وإن كان أيضا جزء من الصواريخ أصاب هذه يعني المواقع المحددة، لكن المهم هو في المبادرة التي قامت بها إيران، وتدل على أن إيران سجلت معادلة ردع جديدة في هذه المنطقة. الرسالة من هذه العملية كانت أن إيران قادرة على الوصول إلى المواقع التي تريدها، على الرغم من تكالب كل القوى في، يعني نحن نعلم أن 10 دول شاركت في واستخدمت كل إمكانياتها الدفاعية ومنظوماتها الدفاعية، وعلى الرغم من كل ذلك وصلت الصواريخ الإيرانية إلى أهدافها. هذا بحد ذاته يدل على قوة في أي عملية. بس دكتور محمد، هل هو وقت فقط إظهار قوة؟ يعني إيران تعرضت لخسائر كبيرة باعترافها بقنصليتها بسوريا، فهل الوقت فقط لإظهار قوة، ولا هو وقت فعليا يعني الرد على حجم الخسائر التي حصلت؟ أولا، الخسائر على الرغم من أن الخسارة كانت كبيرة باستشهاد هؤلاء القادة، لكن الخسائر لا تقاس بعدد الشهداء أو الذين يسقطون على أرض المعركة، وإنما تقاس بموازين القوى. اليوم ينبغي أن نرى أن نلاحظ أن موازين القوى يعني اختلت أو تغيرت إلى صالح قوى المقاومة. العملية الإيرانية أيضا لم تكن عملية انتقامية، ولم تكن ردا على الجريمة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي، بقدر ما كانت عملية لفرض معادلة جديدة لردع الكيان الإسرائيلي، وهذا ما ثبت عمليا، لأن الكيان الإسرائيلي لم يجرؤ على القيام بعملية ما. يعني ما قام به من إرسال 3 مسيرات، لسنا ندري من أين، يعني ربما كانت من الداخل الإيراني عبر جواسيس أو عناصر نفوذ في الداخل الإيراني، وهذا أمر ممكن وطبيعي يحصل في أي مكان، لم يكن أبدا على المستوى الذي يمكن اعتباره ردا على العملية الإيرانية. وهذا يدل على أن معادلة الردع ما زال التي فرضتها إيران ما زالت قائمة، بحيث الكيان الإسرائيلي لا يجرؤ على تنمي هجوم ضد إيران. هذا ما أرادته إيران وما حققته. بس إيران تقول أنه هذا يعني ليس استهداف خارجي من إسرائيل. لماذا تقول حضرتك أنه هو هجوم ضعيف؟ يعني إيران لم تعترف أصلا أنه إسرائيل قامت به من الخارج. أساساً العملية لم تكن يعني بحجم يمكن أصلاً يستحق الاهتمام والانتباه. 3 مسيرات صغيرة حاولت أن تصيب موقع عسكري وتم إسقاطه. إن كانت من الداخل الإيراني عبر يعني عناصر نفوذ، أو إن كانت من دول مجاورة، أو إن كان لا فرق بين يعني من أين انطلقت هذه المسيرات، إنما العملية لم تكن عملية. يعني بحد ذاتها هذه العملية تدل على أن الكيان الإسرائيلي لحد الآن لم يجرؤ على القيام. يعني قبل هذه العملية كان يتوعد الكيان الإسرائيلي بأنه سيضرب الداخل الإيراني، سيضرب المنشآت النووية، ستكون ضرب. لم يحصل كل هذا، ولذلك هذا يدل على أن معادلة الردع التي سجلتها إيران ما زالت قائمة، بحيث الكيان الإسرائيلي لا يمكن أن يقوم بعملية ما. لنسأل ضيفنا من أمريكا دكتور إحسان، معادلة الردع التي يتحدث عنها دكتور محمد، هل ما زالت قائمة يعني اليوم من جانب إيران؟ وهل فعليا الضربة الإسرائيلية هي يعني لا تدل أو تنم عن فعليا قوة؟ شوفي، ليس هناك ضربة إسرائيلية وليس هناك ضربة إيرانية، كان مسرحية. يعني الرد كان رمزي من الإسرائيلي، والرد رمزي من الإيراني، والإيراني بلغ الأمريكي،
والامريكي تحضر لذلك، وكان يعني هجوم على البطيء يعني، والامريكي كان جاهز. الكلام عن انه دول في المنطقه شاركت كلام هو لتغيير الموضوع، الاساس انه مايسترو ما يحصل في الشرق الاوسط هو الامريكي، والايراني عنده علاقه مع الامريكي، والايراني لا يريد دخول في مواجهه مع الامريكي، وهذا يعني عقلاني، يعرف انه المواجهه مع اسرائيل مواجهه مع امريكا، فهو عنده مصالح يعني، وعنده تفاهمات مع الامريكي الايراني ايضا، لذلك بلغ الامريكي، والامريكي هو الذي تحضر لمواجهه هذا الهجوم الرمزي، لانه هذا عمليا لعب بالنار حرفيا يعني، حرفيا لعب بالنار بين الاسرائيلي والايراني، والامريكا لا يريد ذلك يعني، الامريكي عنده مصالح بالنفط، لا يريد ان يتوسع الصراع مصالح بالنفط، ولكن الامريكي له علاقه مع الايراني، والايراني براغماتي بامتياز، والامريكي والايران على صفحه واحده رغم كل الكلام الايديولوجي، الامريكي والايران على صفحه واحده. جاء وزير الخارجيه الايراني مع بدء الحرب على غزه من بيروت وقال لا يريد توسيع الحرب، هذا كلام بلينكن يعني، كان يجب ان يقف الى جانب بلينكن ويتكلم ذات الخطاب. الدوله الغير منضبطه اليوم الايديولوجيه الدينيه في الشرق الاوسط ليست ايران، إيران دولة عندها تاريخ كبير، دولة أول إمبراطورية في تاريخ العالم، هذه دولة يعني رغم الشعارات هي كأمريكا، أمريكا وإيران متشابهين لحد كبير بالشعارات الكبيرة، ولكن هم براغماتيين بامتياز. طيب هو الإيراني يتعامل مع الأمريكي يعني، يستعمل خطاب شعارات، ولكن عمليا هو غير الإيديولوجي البراغماتي، ولكن الإسرائيلي اليوم هو العنصر غير المنضبط الغير براغماتي الذي يجب أن يضغط عليه الأمريكي ويحاول التأثير عليه، ليس الإيراني. طيب يعني ضيفنا من طهران تحدث عن قوة إيران، هو فعليا هنا يعني برأيك دكتور إحسان أنه الموضوع ليس له علاقة بقوة إيران، بل فعليا قدرة إيران على التنسيق مع أمريكا وقدرتها على الانضباط أكثر من إسرائيل؟ نعم، الإيراني يعرف حدود اللعبة يعني، يعرف أنه أمريكا تفهم أنه عنده مصالح في المنطقة، أنه يعني يسلح جماعات يريد تصدير يعني تأثيره، هو عنده تأثير مع هذه الجماعات يعني، حتى أوباما اعترف بذلك وقال أن هذه قوة أقليمية يجب الاعتراف بذلك، ولكن المشكلة اليوم هو الإسرائيلي، لأنه إسرائيل عنده متطرفين دينيين بالحكومة، وكانوا يريدون ضربة على الإيرانية قوية داخل إيران، ولكن هذا لا تريد أمريكا لأنه لا تريد توسيع الحرب، ولكن الأمريكي يؤثر أكثر على إيران اليوم أكثر من تأثيره على إسرائيل، وهذه المفارقة اليوم. طيب دكتور محمد، يعني اليوم فعليا أمريكا لديها تأثير على إيران، وهنا حتى لا نسأل عن تأثير عن إسرائيل، ولكن نسأل عن تأثير على إيران، هل إيران فعلا يمكن أن تكون يعني تعدل باستراتيجيتها أو معادلة الردع بالتنسيق مع أمريكا؟ يعني هذه ما طرح عبارة عن أوهام. الولايات المتحدة الأمريكية حاولت عبر عدة وسطاء إرسال رسائل إيران، توسلت بإيران لا تكون الضربة من الداخل الإيراني، أن تكون ضربة محدودة، أن تكون، وهذه يعني قد تم الإعلان عنها، وزراء الخارجية في الدول الأوروبية الذين اتصلوا بإيران، وزير الخارجية المصري، هناك الكثير من التفاصيل التي تدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إيران عبر الوسطاء ألا تكون هناك ضربة ضد إسرائيل، ضد الكيان الإسرائيلي أو ضد أراضي فلسطين المحتلة، وأن تكون ضربة محتلة. كل هذا يعني لم تقبل به إيران. في آخر الساعات طلب وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الألماني من إيران إمهال الطرف الآخر لمدة يوم، وقيل له أنه لا يوجد مهلة إلا 3 ساعات، ولم يحصل شيء. الشيء الوحيد الذي كان يمكن أن يثني إيران عن القيام بالرد على الرغم من كل هذه الضغوط هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليس إلا، وكل الرسائل الأمريكية التي أرسلت عبر مختلف الوسطاء لم تأخذ بها إيران مطلقا، وما يقال غير هذا هو مجرد يعني أوهام أو أكاذيب للتسويق الإعلامي ليس. طيب بس أيضا دكتور محمد، يعني بكل هذه الاستراتيجية أو هذه المعادلة التي تقوم بها إيران، هي ماذا حققت لغزة وللقضية الفلسطينية؟ الذي تم تحقيقه لغزة ليس حصيلة اليوم، وإنما حصيلة كل هذه السنين، تشكيل محور المقاومة، تغيير موازين القوى في المنطقة، إسرائيل التي كانت تطرح حدودها من الفرات إلى النيل اليوم تبحث عن أمن لها ولكيانها ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، هناك حصل في طوفان الأقصى ما حصل، كل الحروب التي تمت بعد سنة 2000 وفي عصر المقاومة
كان في الطرف الخاسر في إسرائيل بخلاف الحروب التي سبقتها الحروب العربية الإسرائيلية التي كان دائما الكيان الإسرائيلي. الكثير من موازين القوى والمعادلات في المنطقة تغيرت. المشروع الذي أوجده الغرب منطقة منذ قرن لا يمكن إنهاؤه خلال يعني ليلة وليلتين وسنة وسنتين. هذا المشروع بدأ مفاعيله وسيؤدي إلى إنهاء مشكلة الكيان الإسرائيلي في هذه المنطقة، على الرغم من كل المحاولات من قبل هذا وذاك للتطبيع أو لإقامة علاقات مع أو للتعاون مع إسرائيل، لكن طيب خلينا المقابل لشعوب هذه ما يتم في المنطقة فعليا. دكتور إحسان، يعني بنفس السؤال، هو فعليا يا ضيفنا من طهران يقول أنه إسرائيل اليوم أضعف، لم تعد تحقق ما كانت تحققه قبل التدخل الإيراني، ولكن نسأل هنا من جديد لحضرتك، ما الذي حققته فعليا إيران لفلسطين؟ شوف، بالنسبة نحن نأخذ بالكلام الإيراني، منذ البداية الإيراني قال لم أعرف بهجوم حماس على إسرائيل ب 7 أكتوبر، قال لا علاقة لي بهذا الموضوع، قال إطلاقا لا علاقة لي، لا أعرف، لم أعرف شيء، لم يقولوا لي حتى، يعني حاول التبرؤ من ذلك تماما. وجاء الإيراني إلى بيروت وقال لا يريد تصعيد، لا يريد تسيل حرف، هي لغة ذات الأمريكي، يعني الأمريكي ممتن الإيراني في ذلك، الأمريكي ممتن الإيراني في ذلك، لأن هذا ما أراده الأمريكي، عدم توسيع الحرب. فهو قال لا علاقة لي بهذا الهجوم، لم أعرف به. فهذا يعني ماذا يقول لنا؟ إضافة إلى أن الضربة الإيراني، قال الإيراني هذا هجوم على القنصلية في دمشق، واعتبره هجوم على أرض إيرانية، وعلي أنا أرد، ولكن أنا لأنه عندي علاقة مع الأمريكي لا أريد توسيع الصراع، بلغ الأمريكي وأعطاه وقت لحضر حاله القول عن الأردن وغير الأردن، غير صحيح إنه أمريكا هي التي تواجه، يعني لماذا توسيع الموضوع وتغيير الموضوع؟ الموضوع حرب إسرائيل على غزة وأمريكا إلى جانب إسرائيل، هذا الموضوع يعني، وهو والإيراني يعني يساعد أمريكا بشكل استثنائي، يعني تبين من هذه الحرب إنه الصديق الحقيقي لأمريكا ليس إسرائيل ولكن إيران. شكرا لك ضيفنا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. أشكر ضيفنا رغم انقطاع الاتصال معه من طهران، الباحث السياسي الدكتور محمد مهدي، شارعة مداري. فصل قصير مشاهدينا، من بعده نعود لمواكبة مستجدات غزة ورام الله وجنوب لبنان. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكاية. احنا اليوم بنأكل تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث
لحظة حدوثه. أهلا بكم من جديد. قبل قليل نفذت إسرائيل غارتين على بلدة كفر كلا، وعلمت الحدث بوجود إصابات في جنوب في هذه البلدة جنوب لبنان. وقبلها كانت حركة حماس أعلنت إطلاق 20 صاروخ جراد من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. ولفتت الحركة في بيان إلى أن كتائب القسام تولت استهداف ثكنة شميرة الإسرائيلية في القطاع الغربي من الجليل الأعلى، ردا على الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية وغزة. وأيضا في جبهة جنوب لبنان أفاد مراسل الحدث بوقوع غارة إسرائيلية على وسط بلدة عيت الشعب جنوبي البلاد. نشاهد. هو زيت البيت ها؟ والله العظيم شفت الصاروخ ضحمة أمي شات. أنا شفت فكرت طيارة. شفت الصاروخ. إذن أيضا في مقابل هذه المعطيات ننقل الآن أخبارا عاجلة آتية من الضفة الغربية في فلسطين. مراسل الحدث يفيد بأن مستوطنين يهاجمون قرية برقاء الموجودة شرق مدينة رام الله. إذن الآن هناك مهاجمة من مستوطنين لقرية شرق رام الله هي قرية برقاء. للمزيد حول هذه المعطيات أو تلك التي نقلناها من جنوب لبنان ينضم إلينا من الجنوب اللبناني مراسل الحدث محمود شكر، ومن رام الله مراسل الحدث فالح نصير. أهلا بكما فالح، ونحن ننقل هذه الأخبار العاجلة نتابعها معك، ما هي التفاصيل؟ نعم لارا، هناك اقتحام من قبل مجموعات المستوطنين لقرية برقة شرق مدينة رام الله. قوات الجيش الإسرائيلي جاءت لتأمين الحماية للمستوطنين سرعان ما وصلت، حتى بدأت بإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز صوب أهالي البلدة. في هذه الأثناء المواجهات تدور رحاها عند مدخل قرية برقة ما بين قوات الجيش الإسرائيلي وأهالي البلدة الذين خرجوا للدفاع عن قريتهم بعد موجة الاعتداءات الكبيرة التي شنتها مجموعات المستوطنين قبل نحو أسبوع على هذه البلدة، وإحراق عدد من المنازل والمركبات فيها، وهو مشهد متجدد يشارك فيه أو يتبادل فيه أو تتبادل فيه مجموعات المستوطنين الأدوار مع قوات الجيش الإسرائيلي. بطبيعة الحال المواجهات حتى هذه اللحظة مستمرة ومن الممكن أن تتصاعد كما جرى في الأسبوع المنصرم. محمود، قبل قليل كان في غارتين على كفر كلا، نتابع معك التفاصيل حولهما وحول أيضا يعني المستجدات الثانية. مصدر مطلع منذ بعض الوقت أشار إلى أن هنالك صعوبة لسيارات الدفاع الميداني والهيئة الصحية الإسلامية بالوصول إلى البقعتين في داخل بلدة كفر كلا، وذلك لأن الطيران المسير لا يزال حتى هذا التوقيت فوق المنطقة. المعلومات الأولية تتحدث عن وقوع إصابات، ولكن هذه البلدة التي
التي استهدفها الطيران كان قد استهدفها أيضا مع ساعات الصباح الأولى وتحديدا عند وسط البلدة. إذا أخذنا سريعا العناوين التي يمكن أن تكون لشريط المواجهات طيلة هذا النهار عند الجبهة الجنوبية، لا بد لنا أن نذهب إلى الخبر الأساسي الذي خرج منذ حوالي الساعة تقريبا عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي تحدثت عن مقتل ضابط برتبة رائد في الغرب غارة التي شنها الحزب الله عبر المسيرة في عرب العرامشة، والتي جاء الإعلام عنها بالقول إلى أنه توفي متأثرا بجروحه. وكانت الغارة بالطائرة الانقضاضية قد أدت في حينها إلى سقوط 19 جريحا من الجنود الذين كانوا في هذا الموقع، والضابط هو آمر لهذه السرية التي كانت عند الحدود وهو برتبة رائد. ولكن أيضا يمكن الوقوف عند الذي تفضلت وأشرت إليه ببيان حماس، وهو عودة القسام من جديد إلى الساحة اللبنانية عبر المواجهات العسكرية. 20 صاروخ من نوع جراد الذي هو مشابه أيضا لنوع كاتيوشا أطلقها مقاتلو القسام من القطاع الشرقي باتجاه شميرة. ثكنة شميرة أيضا كانت على موعد مع ضربات لحزب الله بحسب الإعلام الحربي الذي قال إلى أنه استهدفها مع ظهيرة هذا اليوم. ما بين المقتل الضابط وما بين حماس، نعود إلى النقطة الثالثة وهي الأهم أيضا في المواجهات، ولكنها ليست على قدر الاهتمام الإعلامي والعسكري. ما بين الواقعة عرب العرامشة وكفر كلا، هي عودة الغارات بكثافة على منطقة جنوب لبنان وتحديدا على خطوط الجبهة. إذا أخذنا عيت الشعب التي نعم. خرجت منذ بعض الوقت على الشاشة في هذه الغارة، هذه نعم. غارة تبعتها بعد 10 إلى 20 دقيقة عند ظاهرة غارة أخرى، نتحدث عن 6 إلى 7 غارات حتى هذا التوقيت، بالإضافة أيضا نعم إلى 6 إلى 7 عمليات عسكرية قام بها الحزب باتجاه الداخل. شكرا لك محمود شكر مراسل حدث من جنوب لبنان، وأشكر مراسل الحدث من رام الله فالح نصير. أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 34 ألفا. وأفاد بيان لصحة غزة بأنه خلال 24 ساعة الماضية وصلت جثث 48 فلسطينيا إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن عدد المصابين الإجمالي ارتفع إلى قرابة 77 ألف جراء الحرب التي اندلعت قبل أشهر أو قبل أكثر من 6 أشهر. هذا وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين 190 فلسطينيا من مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. ونقلت الوكالة عن مصادر أن الجثامين تعود لمواطنين من مختلف الفئات والأعمار، بينهم نساء وأطفال قتلتهم قوات إسرائيلية أثناء اقتحامها للمجمع ودفنتهم بشكل جماعي داخله، مشيرة إلى أن مصير المئات ما زال مجهولا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في القطاع. أمير مين؟ جوزي راح ويا ابن اختي، بس الحمد لله كانوا مدفونين زمان هان؟ من 1/2 هم مدفونين هان، من 1/2 هم مدفونين، وقلنا بس تيجي لودنا بدنا نطلعهم، اجوا اليوم وجربوهم ورموهم. وللمزيد من التطورات في قطاع غزة معنا من دير البلح مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أسامة أهلا بك معنا في الأخبار ليلى، نتابع معك آخر التطورات الميدانية. نعم، يعني في آخر التطورات ارتفاع عدد الضحايا استهداف منزلا لعائلة عبد العال كان يوم أمس في مدينة رفح خاصة في المنطقة الشرقية. كانت البداية يوم أمس بسقوط 5 ضحايا، ولكن بعد تكشف أعداد كبيرة من تحت ركام المنزل وخاصة بعد تمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول للجثامين تحت ركام، ارتفع عدد الضحايا الآن حتى هذه اللحظة إلى ما يقارب من 20 ضحية، 5 منهم أطفال تم انتشالهم يوم أمس، واليوم يتم استكمال انتشال الجثامين
من تحت ركام هذا المنزل، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة دنويري قبل ما يقارب من ساعتين في المنطقة الغربية لمخيم النصيرات وعلى مقربة من جسر وادي غزة. هذا الاستهداف خلف سقوط 10 ضحايا وعدد كبير من الإصابات في المنازل المحيطة لهذا المنزل المستهدف في المنطقة الغربية لمخيم النصيرات، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن استهداف المناطق الشرقية لمخيم جباليا بالمدفعية الإسرائيلية، بالإضافة للمنطقة الشرقية بيت حنون شمال القطاع يتم استهدافه أيضا بالمدفعية. هذا كله جاء بعد محاصرة مدارس اللواء التي كانت تأوي عدد كبير من النازحين في بيت لاهيا شمال القطاع، والآن تستهدف كل الأراضي على المقر القريبة من السياج الفاصل في المنطقة الشرقية. ولكن أيضا حدث الأبرز اليوم كان هو انتشال ما يقارب من 60 جثة من مجمع ناصر الطبي اليوم، ليصل عدد الجثامين المنتشلة من داخل هذا المجمع والمستشفى الأكبر الثاني بعد مستشفى الشفاء إلى ما يقارب من 210 ضحايا تم انتشالهم منذ يوم الجمعة الماضي. نتحدث عن 3 أيام أكثر من 200 ضحية تم انتشال جثامينهم من تحت ركام ومن مقابر جمعية أحدثها الجيش الإسرائيلي خلال توغله على خان يونس جنوب القطاع. نتحدث هنا بحسب ما تحدث عنه الدفاع المدني عن جثامين مفصلة إلى أجزاء منها ناتج عن هدمات ميدانية خلال التوغل البري، وجزء كانت عبارة عن جثامين تم دفنها خلال فترة حصار المجمع الطبي والتي تم إخراجهم من المقبرة التي أقامتها جهة المهام المختصة في فترة الحصار. نتحدث أيضا عن يعني تعمد الجيش إلى تغيير أكياس الضحايا بقطع من النايلون والبلاستيك، وهذا رفع أعداد المهجرين، يتحدث على ما يقارب من 2000 مفقود ويعني مفقود في مدينة خان يونس فقط لوحدها، و1000 مفقود هنا في المنطقة الوسطى، مفقود ما بين إما أن يكون ضحية ولم يتم العثور عليه أو حتى هذه اللحظة ما زالوا تحت منازل تم قصفها ولم يتمكن طواقم الدفاع المدني من محاولة انتشالهم والوصول إليهم من تحت من هذه المنازل. نتحدث عن أجساد تم العثور عليها اليوم بلا رؤوس، الرؤوس مقطعة، نتحدث على أجساد بلا جلد والجلود أغلبيتها كانت متحللة، رائحة كانت قوية جدا بسبب تحلل جثامين الذين تم انتشالهم اليوم من المقابر الجماعية في مجمع ناصر الطبي. غالبية ما حدث في مجمع ناصر الطبي كان بداية عندما تم حصار مدينة خان يونس ومجمع ناصر الطبي، اضطر الأهالي إلى دفن أبنائهم داخل هذا المجمع في الساحة الخلفية، خاصة أن هناك أرض فارغة واسعة داخل ناصر الطبي. ولكن بعدما دخل الجيش الإسرائيلي إلى داخل المستشفى وأطلق الحصار على كل مدينة خان يونس، اضطر إلى وضع كل الجثامين في حفر كبيرة وأحدث مقابر جماعية قتل وعدم عدد كبير من المصابين والجرحى المتواجدين داخل مجمع ناصر الطبي. شكرا لك على هذه الإحاطة أسامة الكحلوت مراسل الحدث من دير البلح في غزة. إلى ليبيا الآن، حيث طالبت البعثة الأممية لليبيا السلطات المعنية بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في وفاة الناشط السياسي سراج دغمان أثناء احتجازه في بنغازي. البعثة الأممية دعت في منشور عبر منصة إكس جميع الأطراف للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا، كما دعت البعثة الأممية لوضع حد لعمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقال التعسفي في جميع أنحاء ليبيا. من جهتها وجهت السفارة الأمريكية لدى ليبيا دعوة مماثلة لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في وفاة الناشط السياسي سراج دغمان أثناء احتجازه في بنغازي. هذا وأكدت السفارة الأمريكية على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون في جميع أنحاء ليبيا والإفراج السريع عن جميع المحتجزين تعسفيا. جمود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء، هكذا وصفت مرحلة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي عقب تقديم استقالته وتعيين نائبته ستيفاني خوري خلفا له. إلا أن مراقبين قالوا لسبوتنيك إن هذه الخطوة سيناريو مكرر تمت إعادته بطريقة مبتذلة، وعلى الرغم من امتلاك باتيلي للوقت الكافي والخبرة المطلوبة ونجاحه في الملف العسكري عبر تشكيل لجنة 5+5، فقد اعتبر المراقبون أن باتيلي لم يحقق أي نجاح وعجز عن الذهاب بالليبيين إلى الانتخابات.
وساهم كذلك في إفشال نفسه من خلال عجزه عن فرض مبادرة واحدة من أصل 4 مبادرات طرحها على أرض الواقع. ولعل فشله في تنفيذ مخرجات لجنة 6+6 رغم إلزامية الإعلان الدستوري لكل الأطراف بتنفيذها وتعمده تجاهلها ومطالبته في إحدى إحاطاته بضرورة تعديل قوانين مخرجات اللجنة أكبر دليل على ذلك. كما اعتبر مراقبون لسبوتنيك أن استقالة باتيلي خطة أمريكية لإعادة إحياء سيناريو طرحته واشنطن بزمن المبعوثة المكلفة السابقة ستيفاني ويليامز، وأن واشنطن جهزت خطة سياسية عسكرية مشتركة تسيطر من خلالها على الملف الليبي سياسيا وأمنيا وعسكريا، ستنفذها المبعوثة الأممية الجديدة والتي تسلمت زمام مهامها قبل استقالة باتيلي بشهر أو أكثر لتكون عين واشنطن وأداتها في ليبيا عبر خطة جديدة وسيناريوهات للحل في ليبيا مختلفة عن كل المرات السابقة والتي قد تكون بصورة حكومة جديدة أو انتخابات. ومعنا من بنغازي لمناقشة هذا الموضوع نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا عبد الحفيظ غوقة. أستاذ عبد الحفيظ مساء الخير لحضرتك، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة. يعني نبدأ بداية من استقالة باتيلي قبل أن نتحدث عن تولي السيدة ستيفاني خوري. يعني استقالة باتيلي ما كانت خلفياتها، وهل هي فعليا ترتبط بالاتهامات التي كانت توجه له بالفترات الأخيرة؟ بالبداية مساء الخير لك يا أختي الكريمة وللمشاهدين الكرام. يعني متوقع باتيلي شأنه وشأن المبعوثين السابقين يعني فشل في مهمته نظرا لتعنت الأطراف السياسية، وأعتقد أنه الرجل في بيان استقالته قال ذلك بوضوح، لم يجد التعاون الكافي، أفشلت خطته كما أفشلت خطة سلفه بسبب الأطراف الليبية. أنا أحمل بالدرجة الأولى الأطراف الليبية المسؤولية عن الفشل، لأنهم لم يقوموا بما يجب القيام به من أجل الذهاب إلى انتخابات. أفشلت الانتخابات في 2021 في ديسمبر نظرا للقوانين المعيبة التي وضعها مجلس النواب والخلاف مع مجلس الدولة، وبالتالي لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات أن تستلم قوانين يمكن على أساسها إجراء الانتخابات من الناحية الفنية ومن الناحية السياسية، وهذا هي بسيطة يعني جدا. المسألة الثانية، أعتقد أن المجتمع الدولي والإقليم لم يساعد السيد عبد الله باتيلي في تجاوز الأزمة وفي الذهاب إلى الانتخابات. لماذا؟ لأن السيد عبد الله باتيلي عندما طرح في إحاطته أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي قال بأنه سيعمد إلى تشكيل لجنة من خلالها يتم يعني توحيد المؤسسة الحكومية، باعتبار أن نشهد ذات الانقسام الذي شاهدناه قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حكومة في الغرب وحكومة في الشرق، وتفائلنا خيرا بأن هذا الطرح يمكن أن يقود إلى حل للأزمة أو بداية حل للأزمة عندما ننتهي من الانقسام في داخل الحكومة ونكون أمام حكومة واحدة قادرة على أن تشرع انتخابات، وهذا المسعى لم يتم. وأنا أحمل هنا الأطراف الإقليمية والدولية التي لم تساعد مبعوث الأممي من أجل يعني فرض هذا الحل كما حصل في فترة السيدة ستيفاني عندما جمعت الفرقاء. تمام، بالعودة لفترة السيدة ستيفاني، هناك حديث اليوم عن أنه نحن نتحدث عن ربما يعني تطورات قد تكون تشبه تلك الفترة بشكل أو بآخر، ليست تطورات متطابقة. يعني اليوم تولي مبعوثة جديدة وهي كانت يعني موجودة بالمشهد قبل شهر أو شهرين حتى كذلك دخلت المشهد الليبي، كم فعلا يدلل على تغير بالمواقف الإقليمية والدولية؟ صحيح، أعتقد أن سنشهد نفس المسألة، ستتولى السيدة ليس كمبعوثة وإنما قائمة بأعمال مبعوث الأمم للاستقالة كما هو الحال بالنسبة للسيدة ستيفاني، يعني اعتبرت هي قائمة بأعمال رئيس البعثة الذي قدم استقالته آنذاك، وبالتالي قد يكون هناك يعني سيناريو للحل متفق عليه بين القوى الفاعلة، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه مرارا بأن حل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا لم يعد بيد الأطراف
المتصارعة محليا وإنما بيد أطراف دولية، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من ناحية، والتواجد كلا القوتين وانخراطها بشكل مباشر. هل عادت أمريكا إلى المشهد؟ قد يكون هذا هو المقترح. هل عادت فعليا أمريكا إلى المشهد سيد عبد الحفيظ؟ نعم نعم، وأنا أذكر بأن الحل السابق بما في ذلك اللجنة العسكرية التي أشار إليها تقريركم لم يكن للسيد باتيل يد فيها، وإنما كانت في فترة ستيفاني، هي التي استطاعت أن في 20 أكتوبر 2020 أن تجمع الفرقاء العسكريين في جنيف وأن توقع على الاتفاق في أكتوبر في 2020، والذي يعني أنتج لجنة 5+5 التي تولت المسار الأمني، وكل ذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عنه في برلين في الأزمة السياسية، والتي قاربت أوجه الأزمة السياسية والأمنية والدستورية والاقتصادية، ولكن للأسف تحرك المسار السياسي والأمني بدفع من السيد ستيفاني وسفير الولايات المتحدة أنذاك السيد نورلاند ريتشارد نورلاند، وتحرك المسار السياسي وأنتج حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي، وتحرك المسار العسكري وأنتج اتفاق أمني ولجنة 5+5 التي للأسف الشديد تعثرت أعمالها نظرا لعدم تنفيذ الأطراف الدولية ما عهدت به في برلين، وهو سحب القوات الأجنبية وخروجها تمهيدا لتوحيد المؤسسة العسكرية، ولكن ذلك لم يتحقق. الآن يتم الحديث على أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من ناحية، وروسيا تشكك في المساعي للحل وتتهم يعني ضلوع أمريكا مباشرة في هذه المسألة. أعتقد كلا الطرفين يتحملان المسؤولية. لماذا؟ لأن الطرفين كانا حاضرا في برلين ووقعا على الاتفاق الذي يعني نص على حل الأزمة وعلى دفع باتجاه سحب جميع القوات الأجنبية من داخل ليبيا والمساعدة الأطراف الليبية على توحيد المؤسسة العسكرية حتى يمكن الحديث على إنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية في الدولة، ولكن كلا الطرفين سواء الولايات المتحدة أو روسيا لم تحرك ساكنا في هذا المجال. تحدث عن الشكوك اليوم التي لدى روسيا بهذه الخطوات، وفعليا روسيا تتهم المبعوثة الجديدة بأنها عين واشنطن فعليا وليست ممثلة للأمم المتحدة. هذا يعني يدل على ماذا؟ الغضب الروسي على هذا التعيين الآن هل يأتي بإطار أنه هناك خلفية فعليا على أنه باتت الإرادة بالوصول إلى حل بأي شكل من الأشكال موجودة بشكل كبير اليوم دوليا، أو هو فعليا يعني بتحفظ روسيا؟ أن الحل قريب، يعني أنا أعتقد أن الحل بالرغم من ذلك الحل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق في ليبيا، لأنه ليست هناك يعني رؤية واضحة أو برنامج واضح للحل. أما مسألة أن روسيا يعني تعترض، أعتقد أن المسارات لم تتحرك إلا عندما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي يعني حركت المسار السياسي وأنتجت الحل السياسي في 21، وهي التي حركت المسار قبلها المسار الأمني وأنتجت لجنة 5+5 وهي المسار ما يعرف بالمسار العسكري. كان ذلك بعد التدخل مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية والقائم بأعمالها وسفيرها ومبعوثها الخاص لدى ليبيا آنذاك. وأعتقد أن الآن قد نشهد ذات السيناريو. لماذا؟ لأن أمريكا لم تتدخل بشكل مباشر وتدفع باتجاه الحل السياسي إلا في أعقاب التدخل الروسي في الشأن الليبي، والذي بات يعني واضحا لدى الولايات المتحدة، وهذا الذي أثار الولايات المتحدة ودفعها إلى التدخل وتحريك هذه المسارات. طيب. إذا هذا أنتج حل، نحن مع الحل للأزمة، لأن الجمود السياسي الذي تشهده البلاد ليس في صالح البلد على ماذا عن أطراف داخلية؟ وعندما يغيب الحل السياسي ماذا عن أطراف داخلية سيد أطراف عبد الحفيظ؟ اليوم في إرادة أصلا بالذهاب إلى التوافق الآن؟ لا توجد إرادة للأطراف الدولية، وأنا أتفق مع السيد باتيلي ومع من سبق السيد باتيلي في أن الأطراف السياسية لا تريد الحل وتريد أن تستمر. لا أدل على ذلك من أنهم لا يريدون تدخل الأمم المتحدة ويقولوا الحل يجب أن يكون ليبي. طيب الآن المبعوث الأممي استقال، أين الاجتماعات الليبية؟ هل شهدنا أي اجتماع أو دعوة لاجتماع أو عقد لقاء بين الأطراف الليبية سواء في الداخل والخارج؟ لم. أنا أقول إن لن نشهد مثل هذا الحراك. لماذا؟ لأن دون مبعوث أممي لن يجتمع الأطراف الليبية.
الليبية ولن يلتقوا، ولا توجد عوامل للثقة بين هذه الأطراف التي حاولت البعثة الأممية على مدى أعوام وأعمار بناء جوانب الثقة طبقا لما جاء في الاتفاق السياسي. أساس الثقة معدوم، وبالتالي هذه الأطراف حافظت على وجودها لمدة 10 أعوام كاملة الآن، سواء كان مجلس الدولة أو كان مجلس النواب أو الحكومات المتصارعة. لا أحد يريد أن يغادر المشهد، كلهم يتحدثون عن الانتخابات ووجوب الذهاب الانتخابات، ولكن لا أحد يعمل من أجل تحقيق هذا الهدف وهو إجراء انتخابات حتى نجدد من خلالها الشرعية ونتخلص من كل هذه الأسام وتتوحد مؤسسة الدولة، ولكن شيئا من ذلك للأسف شديد لا يتم. شكرا لك ضيفنا من بنغازي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا عبد الحفيظ عغوقة، على هذه المداخلة معنا في الأخبار الليلة. مشاهدينا قبل أن نختم نشير إلى الأخبار العاجلة التي ننقلها الآن، تتعلق بالملف السوداني. مجلس السيادة السوداني يعتبر أن شرق السودان بشكل كامل يؤكد للبرهان الاستعداد للانخراط في المقاومة الشعبية بحسب وصفه لدعم الجيش. إذن هناك كلام لمجلس السيادة السوداني يؤكد أن شرق السودان يريد أو يعرض للبرهان استعداده للانخراط في المقاومة الشعبية لدعم الجيش. مزيد من التفاصيل حول هذا الملف إلى جانب الملفات الثانية في 19 مع ماريا بن عادل. ومعي أنا نصل إلى ختام الأخبار الليلة، شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.